وفرح من قناة أهل الدار. الذين هم عن صلاتهم ساهون، السعادة ساهية عنهم. هل تريد أن تدخل معنا مع طائفة أهل الفرح والسعادة والابتهاج؟ أما سعادة فهي على السجادة. ما رأيك أن تترك العالم الظلامي وتأتي إلى عالم الأنوار والأطهار؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون، آخر همه أدن الصبح الظهر المغرب العشاء، هو مشغول بشيء أهم. صدقني حبيبي المشاهد، لا يوجد ما هو أهم من ربك ولا الاستجابة إلى نداء ربك. الذين هم عن صلاتهم ساهون، السعادة ساهية عنهم، لن يعرفوا طعم السعادة. كل الذين يبحثون عنها خارجا، السعادة داخلا وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ ما هو الذي هذا في أنفسنا؟ كل الجمال وكل السعادة وكل الحب وكل الخير. الإنسان المصنوع بهذه التقنية العالية، الشبكة المعقدة من الجمال والأعصاب والأوردة والشرايين، كلها يجب أن تسجد لله رب العالمين. صديقي العزيز، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغمر قلبك بالفرح.